يا نبيل؟ ده البوابة هما كان جايب الجرايد. يا ترى فيها حاجة؟ شوفها، ده الحاج عبد الغفور فتح مصنع حديد والوزير افتتحه. هو الراجل ده ناوي يعمل ايه ولا ايه؟ اديني كورنان يا نبيل. اتفضل. فكرة المصنع دي كانت فكرتي. افضل انت فكر للناس بس كده. وانا كنت عاوزاني اعمل ايه؟ افتح مصنع انا كمان؟ انا هتجنن بقى الراجل الجاهل ده يعمل كل الحاجات دي؟ صحيح يدي الحلقة للي بلا ودان. لا يا درية، الحاج عبد الغفور مش جاهل ولا بسيط زي ما انت فاهمه. الحاج عبد الغفور مخه كبير وحياته كلها شغل. ما انت يا اخويا طول عمرك بتشتغل، عملت ايه؟ لا يا ماما، الشغل لوحده مش كفايه. في نوعين من الناس، نوع بيفكر قبل ما يشتغل والنوع التاني بيشتغل وبس. وايه بقى الفرق؟ الفرق ان اللي بيفكروا بيقدروا يستغلوا الفرص اللي قدامهم او بيدوروا على الفرص دي، ومعظم الناس دول بيبقوا من اصحاب العقليه الراسماليه. وده اللي درستوه في كليه الحقوق. طب لما نشوف، يا ريت تبقى تطبقه على نفسك. للاسف مش كل واحد يقدر يطبق الكلام ده. يعني عايز تقول ان عقليه الحاج عبد الغفور الجاهل احسن من عقليه باباك وعقليتك؟ جايز مش احسن، لكن استعداداته مختلفه. وليه ما تقولش حظ؟ حظ؟ هو احنا كل حاجة نقول حظ؟ الحظ دي كلمة بنقولها لما بنكون مش عارفين أسباب النجاح أو الفشل، لكن في النهاية أنا بسميه استغلال فرص. أنا مش فاهمة حاجة. هديلك مثل بسيط. افرضي إنسان عادي اتجوز واحدة غنية، تسمي إيه ده؟ حظ. حظ؟ حظ إيه يا بابا؟ أنا بقول غير كده، بقول إن هو فكر وشغل مخه واستغل الفرصة المتاحة قدامه. أنا دلوقتي بس فهمت. فهمت ايه؟ فهمت ان ابنك بيفكر كويس قوي. يعني انا ما فكرتش كويس لما اتجوزتك؟ ده انت لو ما كنتش اتجوزتني ما كنتش هتبقى وزير. قصدك وزير سابق يا درية. حسين موجود؟ ايوه اتفضل. لا متشكر، قولوا له انا هستنى هنا. ازيك يا ابو هاب؟ ازيك يا حسين؟ بيقولوا نتيجة الثانوية طلعت، ها عملت ايه؟ سقطت تاني؟ انا ياما نصحتك ما تخشش ادبي، انت اللي نشفت دماغك، انت طول عمرك شاطر في الرياضه والعلوم. عايزني ادخل ايه يعني؟ حاجات كتير. طب هندسه، صيدله. انا مش غاوي طب. خلاص يا اخي كنت تدخل معايا هندسه، مش ده كان حلمك؟ هندسه في الاخر اروح فين؟ اروح اشتغل في الوكاله؟ ها يا بقت وكاله وبس؟ ده بقى في مصانع كمان. هي الناس النهارده بتتكلم غير عن الحاج عبد الغفور؟ طول عمرهم بيتكلموا عن ابويا، عمرهم ما اتكلموا عنه. لانك لسه ما عملتش حاجه ومش هتعمل حاجه طول ما انت مش عارف انت عاوز ايه. انا عايز حاجات كتير بس مش قادر اختار. لانك خايف. خايف من ايه؟ ايوه خايف. خايف لو نجحت الناس تقول ده ابن الحاج عبد الغفور. ما لسه هيقولوا، ما طول عمرهم بيقولوا. ده انا حتى في المدرسه كانوا بيتجاهلوا اسمي، كانوا بينادوني بعبد الغفور. دي مش مشكله والدك، دي مشكلتك انت يا عبد الوهاب. جايز جايز ايه؟ مش مقتنع؟ بقول لك ايه، ما تيجي نروح في اي حته. نروح فين؟ اي مكان يا اخي. جرى اي حد روقي يا اختي، الزعل مش كويس عشان صحتك. طب وربنا وربنا دي عين مصابتكم. ما تبخري يا حاج. حقه عين مصابتنا، سره جت في عيالي كلهم، كل عيالي تسقط.
بس الحمد لله نظيرة نجحت هي وفاطمة بنتي. أنا هعمل إيه بنجاح البنات؟ أنا كان المهم عندنا الصبي، تاني سنة يسقط فيها ده غلب إيه ده؟ ده خضير يا دنايا، يعني أمه متعكن عكننا ما حصلتش، ويقول لي أنا مش حاسس يا ماما إن أنا نجحت، مش حاسس إن أنا نجحت يا ماما، وبيقول لي نفسي نفسي بعد الشر بعد الشر بعد الشر إن هو اللي يسقط وعبد الوهاب ابنك هو اللي ينجح. يا اختي الله اكبر، الف بعد الشر عليه، فيه الخير والله. انا بس مش حاسس فيه غير زعل الراجل. طلعت من غير وش، معلش بقى انا بحبها من غير وش. انا عايزاك تسمعني كويس. خير؟ ابنك خضير من بكره تاخده معاك الوكاله. اشمعنى؟ انت هتخشي لي قافيه بكره تاخده معاك الوكاله، عايزاه يبقى قريب من الحاج. يعني الواد ما يكملش علامه ولا ايه؟ في الاجازه بس يا كشري. تعالى يا ابني شوف امك عايزاك تعمل ايه. في ايه يا ماما؟ من بكره هتنزل الوكاله مع ابوك. الوكاله ليه؟ انت تنفذ اللي بقول لك عليه من غير ما تقول لي ليه. مش بس افهم الاول. هتشتغل مع ابوك، مش انت عندك اجازه دلوقتي؟ يعني صالح ما وراكش حاجه، روح السد. يا ماما الاجازه ديت علشان خاطر استريح فيها، واديكي شفت انا تعبت قد ايه السنه دي. وجد فايده يا حبيب ام. طيب عاوزه مني ايه دلوقتي؟ عاوزه مصلحتك، انتوا اصلكم مش عارفين اللي في دماغي. فهمينا انت يا ام العريف. بعدين بعدين هتفهموا اللي في دماغي، المهم خضير دلوقتي ينزل الوكاله ويفهم كل حاجه فيها. انا مش فاهم انت بترسمي على ايه. تعالى هنا، انت ما بتزورش عمتك ليه؟ انا عايزاك كل كام يوم تروح تزورها. وبعدين عبد الوهاب ده مش يبقى ابن عمتك؟ مش متصاحب عليه ليه؟ انا عايزك تتصاحب عليه. يا ماما عبد الوهاب عنده اصحابه وانا ما اقدرش اجاريهم، وبعدين احنا حاجه وهم حاجه تانيه خالص. فتحي الواد كلامه صح، بس انا عايزاه يروح. بقول لكم ايه، انا هنزل اتهوى شويه. شوف يا اخويا الواد، شوف طالع لك طالع لك بالحته، مش عارف مصلحته فين. هي ايه الحكايه يا فتحي؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ حس حس انت رايح. بقول لك يا ابو ايه، بقول لك ايه، ما تيجي نروح بقى. نروح؟ اه نروح. نروح نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انا اساسا مش عارف انت هتروح كده ازاي يعني. ها ايه مالي؟ انا كويس قوي اهو. كويس قوي فين بس؟ ريحه الهبو هبو البيره اللي طالعه من بقك ده. ما انت مش واخد بالك. بس انا عقبال ما اوصل لغايه البيت ايوه اكون ريحه الهبو ده طارت طارت طارت. ايه هي اللي طارت؟ طارت في ايه؟ طارت 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 طارت. استنى يا وهاب. ايه يا عبدو مال؟ انا مش فاهم الواد عبد الوهاب ده حاله متشقلب كده ليه؟ ناقصه حاجه؟ قصرت انا معاه في حاجه؟ انا مخي هيشت. ده عين مصابته. عين ايه بس؟ اوعى الواد ده يكون مش غاوي علام. اذا كان كده يقول، بدل ما يعذب نفسه يعذبنا معاه. ده ياما عيال بيبقوا اسخن من كده وربنا بينفخ في صورتهم. تصدق بالله ده انت بكره اتفرج عليه ده هيبقى زي الفل. بكره؟ لا الواد ده من اوله كده وهو طالع في العوج. اقول له يمين يقول لي شمال، بدليل ان بقاله سنتين في الشهاده مش عارف يطلع منها. اسمعي، اذا كان مش قادر على العلام يقول ويريح نفسه ويريحنا معاه ويجي بقى يشتغل معايا في الوكاله ولا في المصنع. بريع عبد، انت عايز تخيب امل الواد ولا ايه؟ انا خايب امل ابني يا فاطمه؟ انا عايزه يتعلم حاجه،
يعمل حاجة عشان يبقى بني آدم بحقه حقيقي. لكن الحالة اللي هو فيها دي مش عجباني، الناس تقول إيه؟ طب معلش طول بالك أنت بس عليه شوية. أطول بالك أكتر من كده؟ لإمتى؟ لما يشيب؟ ده عنده 20 سنة. ولا أنت مش عايزة تكبري نفسك؟ أنا مش هرد عليه. ده أنا بكرة ابني ده هيبقى زي الفل إن شاء الله. رايحة فين؟ هشوف ابني، أقدر عايز يتعشى ولا حاجة. انت ايه اللي منيمك كده عبد الوهاب؟ مالك يا حبيبي، انت حاسس بحاجه ولا رد عليا ولا؟ سيبيني عايز انام. ايه اللي سيبيني عايز انام ده؟ انت ايه اللي منيمك بهدومك كده؟ طب اقلع هدومك الاول. انت كنت فين؟ كنت بستين دقايق. طب معلش معلش معلش، الحاجات دي بتاعت ربنا. معلش معلش، ما تضايقش نفسك. اقوم احط لك تتعشى. ماليش نفس. يعني ايه ماليش نفس؟ هي الدنيا هتبقى صيام كده ولا ايه؟ ده انت تلاقيك كمان ما اتغديتش، انا اروح احط لك تتعشى. سمحتي ارجوكي ارجوكي، مش عايز اكل مش عايز اكل، سيبيني بقى سيبيني في حالي بقى. طب بلاش اكل، نام كده مبحبح، فك زراير القميص عشان مفيش حاجه تطبق على نفسك. يلا قوم. طب سيبيني دلوقتي. يا فضل، الواد يا كبدي راجع من بره مقهور على الاخر. هو كان فين؟ ولا اعرف، ده حتى الكلام ما بينطقش. يتفلق؟ هو مين ده اللي يتفلق؟ مش ابنك ده ولا ايه؟ ايوه ابني. عايزين اعمل له ايه يعني؟ عايزين اعمل له ايه؟ احطه على حجري واطبطب عليه واقول له معلش يا حبيبي اسقط تاني؟ يا لهوي على اسوتك وعلى جمودية قلبك. انت اللي دلعتيه، ودلعك ده هو اللي بوظ الدنيا. يا عم مش كده، الواد محتاج لك. اللي محتاجني يجيني. طب انا خايفه بقى ابني يعمل في نفسه حاجه. جينا للكلام الفارغ، هيعمل في نفسه ايه؟ يلا اختي يلا نام يلا نام، عندنا شغل الصبح. اتفضل يا حاج. ايه بتفكر في ايه يا حاج؟ في حاجه في شغل المصنع مضايقاك ولا حاجه؟ لا، المصنع شغله ماشي عالي عالي الحمد لله. اللي مضايقني حاجه تانية يا فاين. انا ملاحظ كده بقالك كام يوم زي ما تكون مهموم. ايه مالك يا حاج؟ عبد الوهاب ابني مش عارف اعمل معاه ايه. ثانويه عامه اصلها رزله ومبوظة أعصاب العيال. أنا ليا واحد صاحبي حبيبي أوي، ابنه قعد يسقط سنتين ورا بعض، وفي ثالث سنة نجح، بس ما جابش مجموع يدخله حتة كويسة. قال لك نديها إعادة. إيه؟ وربنا أكرمه ودخل كلية الزراعة. دول العيال الخايبة. في عيال تانية شاطرة متقطقة بتنجح على طول. هو عندك الواد خضير ابن سيد، بسم الله ما شاء الله، خدها من أول سنة. ما تزعلش نفسك يا حاج. الله، هو عبد الوهاب محتاج يعني؟ لا 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 فهيم، انا مش عايزه يعتمد عليا، انا عايزه يعتمد على نفسه. خلاص من دلوقتي هات واشتغل معاك هنا،
حتى على الاقل يتدرب ويشرب منك. ما هو لو كان عايز كان طلب. انا حاسس ان الواد ده مش غاوي. امال غاوي ايه يعني؟ ده اللي نفسي اعرفه يا فهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا حاج. ازيك يا خضير؟ ايه ناوي تخش كليه ايه؟ التجاره ان شاء الله يا حاج. شاطر، التجاره كلها خير وبركه. لو احتجت اي مشوره ما تتكسفش وتعالى لي. ربنا يخليك لينا يا حاج. السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله. لا مؤاخذه يا حاج، كنت عشمان في موضوع كده. ايه خير يا زيد؟ والله يا حاج كنت عايز استاذنك بس مكسوف. ما تتكلم يا سيد، واحنا في بينا وبين بعض كسوف، قول عاوز ايه؟ بقول يعني يا حاج الواد خضير ابني يقف معايا هنا في الوكاله لحد ما يخش الجامعه، عوضا ما يدور مع العيال صحابه. وانت عارف يا حاج العيال بيعملوا ايه اليومين دول. وماله زي ما فكرت. ايوه بس هيشتغل ايه في الوكاله؟ هيشيل مع الصبيان؟ ما انت عارف الشغل هنا. هو مستعد يعمل اي حاجه يا حاج. القصد انه يطلع بقرشين؟ هو يغطي مصاريفه برضه. طب خلاص انا هبعته المصنع يشتغل في الحسابات. مبسوط يا سيد؟ ربنا ما يحرمناش منك يا حاج. يا حاج الشورى دي شورتك ولا شورة امه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مبروك مبروك. يعني قول لي يا ضناي عملك ما هي كام؟ 20 جنيه في الشهر. 20 جنيه في الشهر بس؟ يا ولي احمد ربنا، هو حد طايل؟ اما جوز اختك ده ايحه جلده، القرش ما بيطلعش من تحت ضرسه. ده بدل ما تقولي كتر خيره. يعني كان هو عامل ايه يا اخويا؟ بس ولا يهمك يا ضنايا تتعوض. بس انت من هنا ورايح تسمع الكلام اللي هقول لك عليه وتنفذه. عشان ابليس في الجنه. احلامي يا اخت احلامي. مالكش دعوه بابوك، ما تسمعش كلامه، ده لا بيقدم ولا بيأخر. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص يا ماما. احسن لك يا ابني ما تفهمش. اصل امك دي عقلها فوت. هاتي طبقين فاضيين معاك يا بهير. يا ماما بقى هو كل حاجه بهيره بهيره. مالكش حق يا عبده، كان حقك زودت له المهيه شويه. الاجره على قد التعب. ناولي العيش يا نفيس. حاضر يا ماما. بس ده مش غريب. ده انا ما رضيتش ازودها له عشان ما يحسش انها مساعده. ده سيد غلبان يا عبده. لا اله الا الله. هو عشان ما ربنا ادانا خلاص اخوك بقى غلبان؟ ليه؟ ما هو بيشتغل وبيقبض مهيه كويسه. ولا انت فاكره ان انا ظالمه؟ ناولي اللحمه يا سنيه. حاضر. انا ما قصدتش كده. انا بقول ادام هو هيشتغل معاك كام شهر بس لغايه الكليه ما تفتح، كنت تزوده المهيه شويه فلوس تنفعه بعد كده. لو انت فاكره الواد ده زي ابني. لا ده واد عضمه ناشف وهينفع بكره في الشغل. بلاش تفتح عينيه على الفلوس عشان الواد ما يخسرش. هي الفلوس بتخسر يا بابا؟ طبعا يا بنتي. عشان كده بابا بيدينا مصروف قليل خايف علينا. الكتمه يا سنيه، عايزه فلوس تعملي بيها ايه؟ ما انت بتاكلي وتشربي وتتكسي وتحلي كمان، عايز ايه اكتر من كده؟ يا اخويا بتهزر معاك، لا ما تاخدش على كلام العيال، ده عيال. يا ماما يا ماما، بابا راجل مليونير، في الدنيا واحدة بنت مليونير مصروفها 50 جنيه في الشهر؟ يا بنتي ده في ناس فاتحين بيوتهم بال 50 جنيه اللي مش عاجبينك. واحنا مالنا ومال الناس دول يا بابا؟ احنا مش عايشين في الدنيا لوحدينا يا بنتي. خلاص يا بابا، يبقى حضرتك تقسم فلوسك على كل الناس عشان يبقوا اغنياء زيك. ده ولا مال قارون يخلي الناس زي بعض. دي تقسيمه عاملها ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ليه حكمه في كده. حبيبي يا بابا، انا بقى محوشه مصروفي كله. جدع يا بت، طلع على ابوكي. بره قطعت، ده ما حدش مغلبني في عيالي كلهم الا هي. اكلمها كلمه ترد عليا 10. ده بلساني ما بفهمش كلامك يا بت. اصل انا يا ماما ظبطت نيني وهي بتقرا في كتاب الفلسفه بتاع سنيه. مين نينيني دي؟ نيني دي هي النظيره يا بابا. يخيبك بيت، ده لسه بمدح فيك. ايه قلتي عقلك انت الاخرى وسميتي نفسك نيني عشان ناويه تنونوي؟ لا والله يا بابا،
دي ثانية هي اللي سمتني نيني، بس أنا مرضتش. إيه؟ أيوة يا بابا أنا مرضتش، أنا عاجبني نظيرة مش هغيره أبدا. جدعة بنت جدعة، اوعي في يوم من الأيام تقلي عقلك وتغيري اسمك. كفاية علينا نفيسة، أنا مش عارف لغاية دلوقتي ناديها بإيه. نوفا يا بابا نوفا، ده سهل قوي احفظه بقى. يا سلام، والله والله لو كررتيها قدامي مليون مرة ما هعرف أنطقها. فاتك إيه يا عبدو؟ طب لما تندهلها تقول لها إيه؟ أقول لها مش هقول لها، هشاور لها. الله يجازيك، مش كفايه نوفا انا كده تقول لي نيني هي الاخر زمان. الله يجازيهم. على قد ما بتعب طول النهار، على قد ما برجع بالليل واقعد معاك ونتعشى سوا بنسى كل حاجه. يا اخويا يا رب ولا يحرمنا منك ولا يحرمك منا قادر يا كريم. ربنا يخليك يا غاليه. لا الا ما بينكفوني واقعد الاقف فيهم. القعده دي عندي بتبقى بالدنيا كلها، بس بيبقى ناقصها عبد الوهاب. الواد ده بيروح فين كل يوم؟ ليه ما بيرجعش ويقعد يتعشى معانا؟ يا اخويا خليه اهو بيفك نفسه مع اصحابه. على قد الواد ده ما طلع بالراوي، على قد ما بيوحشنا. ساعات ببقى قاعد في الوكاله او في المصنع ويهف عليا ان اشوفه، واقول لنفسي يا سلام يا عبد الغفور لو لقيت ابنك عبد الوهاب داخل عليك من الباب دلوقتي. امال ايه يا عبد؟ مش ابنك، لينا اللي هو. عشان كده يا فاطمه كان نفسي في الاجازه دي يجي يقف معايا في الوكاله زي ما عمل ابن اخوك. معلش بكره ان شاء الله ربنا هيهديه وهيبقى زي الفل. ده حتى ما جاش يشوف المصنع. مش لازم يعرف احنا عندنا ايه. بكره هو اللي هيدير الحاجات دي كلها. يا اخويا تف من بقك. الله فلا الله ولا فلا كلام ايه الصعب ده؟ ان شاء الله ما حد يديره الا انت، ربنا يخليك لينا. يا سنه عبد الوهاب يا ماما، ما اعرفش ماله. عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب ولا انت يا واد واخرتها يعني؟ اما كل يوم ترجع لنا بالمنظر ده، انت فاكر اللي بتعمله ده هيريحك؟ انت كده بتغضب ربنا وبتعدم صحتك. رد عليا يا واد، ساكت ليه؟ سيبيني يا ماما، محدش له دعوة بيا. جاتك دعوة في عينك؟ ده امك وليا حق عليك. ده لو ابوك عارف اللي انت فيه ده هيهد البيت على اللي فيه. كفاية بقى يا ماما. كفاية في عينك، شكلك بقى يا واد قدام اخواتك لما يشوفوك بالمنظر ده. تحب اسيب لك البيت وانزل؟ انت بتهددني هديك العيوة وشك. اخص عليك وعلى اخلاقك وعلى تربيتك، تسيب البيت ولا تمشي من البيت في 60 داهية؟ انا خلاص قلبي قفل من ناحيتك، انت دحرتني. اللي يغضب ربنا ما يستاهلش ان الواحد حتى يبص في وشه. ده انت الكلمة الطيبة خسارة فيك، الجلابية اللي بقف اغسلها لك ده خسارة فيك، حضن امك يا جمال خسارة فيك. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم القيامة. لا تبني ولا اعرفك. ابنك كان فين؟ كان مع حسين صاحبه في السين. لسه مبوز؟ ده يعني مش عايزه يزعل. ما قالكيش هو ناوي على ايه؟ لسه ما صحيش.
لا يا بابا صحي ودخل الحمام كمان. انت عايزه في حاجه؟ عايز اتكلم معاه شويه. معلش الله ينجيك، سيبه دلوقتي لما يبقى يهدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاكرني؟ فاكرك يا عبد الوهاب، ازيك يا ابني؟ أنا تعبان يا مولانا. المولى يا بني هو الله عز وجل. أنا عايزك تساعدني يا مولانا. وأنا عايزك تساعد نفسك. مش عارف. اعرف طريقك يا عبد الوهاب. ازاي؟ دور عليه بنفسك. انا تايه يا مولانا. اطلب يا ابن الهدايه. انا غلطت. استغفر الله واطلب منه الهدايه. يعني راجع بدري. ماما هو عبد الوهاب ماله؟ يا رب يا رب. ثنية بيت يا ثنية. ايوه يا ماما. يلا تعالي حضري السفرة، الاكل جهز جوه. نظيرة بيت يا نظير. نعم. خشي لاخوك وقولي له الغدا جاهز اذا كان عايز يتغدى. يعني ما لقيتيش غير نظيرة؟ ماريلي ونوفا قاعدين فاضيين. وانت يعني اسم الله وراكي ايه؟ انا بقرا يا ماما. بتقري حوش حوش، القرايه مقطعه بعضها. يا بنت ملهاش دلع قوم. يوه هو ما حدش يعرف يقرا في الهوم ده؟ حد يا حبيبي انت جاب سيره الحموم خالص؟ بقول لك خش قولي له اذا كان عايز يتغدى. حموم؟ هو بابا ماما بت... ماما 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 ايه السرعه دي؟ قلتي له لا ليه؟ وصفت الرعب. لقيته بيصلي. مين ده اللي بيصلي؟ هوبا. لا مش معقول. مش معقولة ليه؟ واحد وربنا هداه عادي يعني. طب انا هقول لثانية. تقولي ايه؟ تعملي ايه؟ يلا فككي الاطباق دي من بعضها. انت هتعمليها حكاية؟ يفتكركم بتتريقوا عليه وتبقى وعيكم نيلة. يا ما انت كريم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على طاعتك وحسن عبادتك يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. ايه يا حبيبي، انت مش هتتغدى ولا ايه؟ هاتولي الاكل هنا. ليه يا حبيبي؟ ما تطلع تاكل مع اخواتك احسن. أنا هاكل لوحدي. طيب يا ابني على راحتك. اتفضل، أنت اللي عليك الدور النهاردة. أنا مش عارفة، إحنا ليه مش بنجيب شغالة؟ أنا خلاص إيدي وجعتني من كتر الغسيل. أنتوا اللي بروتات مش عايزين تقوموا من مطارح. أنا عايز أعرف يعني، ما بتجيبوش شغالة ليه؟ هتكلفكوا كام دي؟ ما تشرحيش بإيدك يا بيت. ضربة. ما دخلش انا حد غريب بيتي، ثم ان دول بيوسخوا ما بينضفوش. يا سلام، ما انا طول النهار واقفه على كعابي، لا ربنا ما يحوجني لحد. هيفتحوا بيوت دول ازاي؟ انا عايزه افهم. ماما. ايوه حبيبي. من فضلك كنت محتاج 10 جنيه. عين، هتروح فين؟ لا نهارك فل يا سمحفور. لا لا ابو فور، ولا اني زعلان منك. ليه كفن الشرف كده يا راجل؟ ما تبركليش. الف مبروك. خير على ايه؟ مش جبت سمير؟ الف 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 مبروك يا محفوظ. الف مبروك. من القديمه بقى ولا من الجديده؟ لا لا لا، القديمه خلاص راحت عليها. ايه طلعتها؟ لا طلعتها معلش. صدقني يا محفوظ، دي ست اصيله مش هتلاقي زيها. الشباب عبد الغفور يا اخويا، اسمع كلامي بس وجرب. لا يا عم، فاطمه دي نعمه ربنا يحفظها لي. وازاي ولادك؟ ابنك عامل ايه؟ اهو ربنا هداه. مش قلت لك ابقى طول بالك عليه؟ وهو فين دلوقتي؟ قاعد في اوضته. وما دام ربنا هداه ما جاش يتعشى معانا ليه؟ ولا مستكبر؟ يو ما تسيبه على راحته. مفيش حاجة تعباني في الدنيا قد الواد ده. يا عبدو، ده عبد الوهاب ده كويس وزي الفل، بس انت اللي ما انتش فاهمه. مش فاهمه يعني ايه؟ هو حزبة برما؟ لما عاوز افهمه اعمل ايه؟ افتح له المندل؟ احمد ربنا، ده دلوقتي بقى بيصلي الوقت بوقته. الحمد لله، بس ربنا كمان اوصل ان الواحد يشوف شغله. ما جابلكيش السيدة هيعمل ايه؟ هيقعد في المدرسة تاني ولا هيهب بايه؟ وانا مال انا؟ انا ماليش دعوة بالمواضيع دي خالص. امال ليكي دعوة بايه؟ عايز يقعد في حضنك وبس. اما اروح اشوف ايه حكايته. عبدو، عشان خاطري اوعى تشد عليه، خده بالمسايس. الشده ما بقتش تنفع معاه دلوقتي يا فضل. يا ريتني كنت خدته بالشده زمان، ما كانش بقى ده حاله. انت بتذاكر؟ هي المدارس لسه فتحت؟ لا، ده انا كنت بقرا في كتاب دين. ربنا يفتح عليك يا ابني. ايه قول لي، نويت على ايه؟ بخصوص ايه؟ روح روح. بخصوص المدرسه، نويت تكمل ولا مالكش غرض؟ يا ابني انا مش عايز اكبرك على حاجه، ومش عايز افرض عليك حاجه. أنا عايزك تختار الشيء اللي أنت ترتاح فيه. يعني أنا لما اشتغلت شغلانتي ما اخترتهاش، لأني ما كانش فيه قدامي غيرها. لكن صدقني يا ابني، لو ما كنتش ارتحت فيها كنت هدور على غيرها. وهو الحمد لله ربنا وفقني وأكرمني. أنا هكمل. هكمل إيه؟ هكمل دراستي. هعيدها لك يا ابني تاني. لو مش قادر قول، ما تتكسفش.
انت مشيت مشوار كويس في العالم وبترطن بشويه انجليزي، يعني لو شايف ان الحد كده كفايه وليك ميل في حاجه تانية قول. حاجه تانية زي ايه؟ تشتغل معايا في الوكاله وتعرف كل كبيره وصغيره عشان تتودك وتقدر تمسك الشغل. لا لا الوكاله لا، بلاش الوكاله، عندك المصنع في مليون شغلانه. انا هكمل دراستي. يا ابني روح شقر وبص بصه يمكن تغير رايك. انا عايز اكون نفسي الاول وبقى لي كيان. الكلام ده حلو وبيخش نافوخي، بس يا ابني انا الفعل عندي اهم من الكلام. شوف انا مستعد اصرف عليك في العلام لحد ما تقول لي خلاص. خلاص يابا اكتفيت. الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.